الفنان عمرو مصطفى قال إن الرابرز بيشتروا بيتس جاهزة ب$100 و$200 و$300. لا يعني بصي، يعني طبعا مع كامل احترامي للأستاذ عمرو مصطفى يعني، بس هو كلامه مش صح لأنه تعميم، فاهمة؟ أنا مثلا أنا وغيري من بروديوسرز حقيقيين 100% عمري في حياتي ما خدت حاجة جاهزة. طبعا بنعمل حاجة اسمها سامبلينج، يعني أنا ممكن أخد أغنية جامدة قوي برازيلية مثلا من السبعينات لقيتها فيها بيانو عجبني قوي جبتها، جبت البيانو الأولاني غيرت فيه شوية، حطيت عليه الدرامز بتاعتي، حطيت عليه ألحان بالكوبي رايتس وكل حاجة ولا اقتباس كده؟ يعني بتبقى مثلا الأغنية دي، مثلا عندي أغنية اسمها ذهاب وعودة، الأغنية دي متاخدة من مش عارف أغنية برازيلية، فبيبقى محطوط الكوبي رايت بتاعها. فمحطوط الكوبي رايت بتاع الأغنية. ده مش طبعا سرقة، لأن ده جزء من الراب لما اللي خلاه جامد في أمريكا إنه دول كانوا ناس إمكانياتهم بسيطة جدا، عشان يعمل اغنيه قدر انه يجيب اسطوانه وبعدين يجيب جهاز بقى بيعمل بيت بامكانيات قليله جدا. واحنا حتى يعني لو الراب ابتدى هناك بقى في الثمانينات وبتاع، لا احنا في 2018 و17 انا واحد امكانياتي بسيطه جدا، معايا لابتوب، معايا سماعه كده، حتى مش سماعه بجد، حتى الميكروفون بتاعي كنت بسجل بريكورد كده بتاع سرقة او بتاع زي اللي احنا شغالين بيه دلوقتي، تمام؟ فانا امكانياتي بسيطه، تمام؟ فبعمل بيت من اقل حاجه. انا شفت بروديوسرز في الراب بجد ممكن ياخد صوت الغساله مثلا يسجل كده شويه منها ويعمل منها مزيكا كامله. فبروديوسرز الراب من اشطر الصنايعيه اللي بيعملوا بيتس بابداع بامكانيات قليله يعمل حاجه قوي، ماشي؟ طيب هل في بقى ناس بتستخدم حاجات جاهزه؟ في لما الراب انتشر قوي ودخلنا في 2019 و20 انا ممكن اشتري حاجه اسمها ميلودي باك، ينزل لي كده 20 لحن جاهز. انا عمري ما هستخدم ده، لان انا اصلا ممكن اخد اللحن ده اسمع بكره اغنيه في سبوتيفاي الاقيه معاه نفس الحاجه، ما هو باك طبعا موجوده للناس، فانا بصمتي راحت. طب ليه؟ ما انا ممكن اقعد دلوقتي مثلا بجد نص ساعه امسك لحن اشقلبه وامده وارجعه اعمل حاجه بتاعتي عمري ما هسمعها في حته في الحياه، انا بحب اعمل كده. طيب هل في بيتس اشتريها؟ عملتها قبل كده، كتبت على بيت في يوتيوب أغنية اسمها أدريانا ليما، البيت عجبني قوي، كتبت عليه الأغنية اشتريته $30 أو تقريبا خدته $100 لأن خدت اللايسنس بتاعه، خدت اشتريته غنيت عليه. أنا رابر على فكرة، بكتب يعني، الناس جاية لي عشان كتابتي وعشان اللي أنا بقوله، فغنيت على الأغنية دي وعادي ما حصلش حاجة، الناس ما قالتش حاجة، أنت فاهمة قصدي؟ ف يعني قصدي حتى لو هو اللي بيقوله صح ف هتبقى عادي لان الرابر بتاع الكلام. بس ساعتها يعني اخر حاجه هقولها على الموضوع اللي هو ما تعملش كده كتير، لان احنا لينا بصمه على فكره مصريه وبتاع، انا لما بعمل مزيكا بنفسي بقدر احط فيها البصمه المصريه. لو خدت بيت من على يوتيوب طب انا ايه لازمه ده؟ ما تقدرش تدخل عليه حاجات تانية فتبقى فيها برضو بصمه مصريه؟ ماشي على حسب كل واحد، بس في ناس كتير دلوقتي شغالين بيعملوا مثلا 10 اغاني. عايز اقول له يعني على فكره العشر مزازيك اللي انت واخدهم دول، البيتات دي كلها انا ممكن افتحها على يوتيوب بكره. فده فشل نوعا ما، لان يعني طبعا فين بصمتك؟ يعني انت عندك فرصه تعمل بصمه، اخترت انك تعمل بصمه زي واحد في امريكا. فين قدرتك على الابداع؟ فين قدرتك على الابداع وفين البصمه في الاخر؟ فين الحته بتاعتك انت؟ بتاعتك انت وبتاعت مصر دي لازم بالنسبه لي. لازم يبقى في حاجه بتدل على ان ده دلوقتي واحد مصري. عندنا تراث كبير قوي، عندنا ستايلات كتير، عندنا آلات كتير. انت فاهمه؟ فليه الفنان عمرو مصطفى يقدر يعمل لك البصمه دي؟ الفنان عمرو مصطفى طبعا يعني ما اعتقدش ان هو، انت عارفه هو راجل اكسكلوسيف جدا. ايوه. وبعدين دول بيلحنوا، فده بيقول لك جمله لحن جميله هو يلحنها لك. فانا لكن واحد، مش بيت بتاعت راب، فانا مش صوت. انا مش صوت عشان اجي اقول لك انا مش كده، انا ممكن عندي رص زي ما بقول لك. فما اعتقدش ان هيحصل هنا كيمياء ما بين العالم ده والعالم ده، فاهمه؟ ده غير ان ما اعتقدش ان هو متقبل اللي احنا بنعمله عامه، يعني اعتقد العالم التاني ده كله مش متقبل العالم بتاعكم. لا مش كله.
شفنا حميد الشاعري معايا في حلقه ريد بول صالونات مثلا. وحميد صاحبي وحبيبي، انا عارف حميد مجدد اصلا، بالظبط صاحب مدرسه جديده. حميد اللي هو هيقول لك الراب جامد، احنا كنا يعني حميد نفسه بيقول لي لا ده كان اسمه ريستاتيف زمان وكنا بنعمله كده، وهو من اول الناس اللي عملته. فحميد حس ان هو متقبل ومتجدد زي ما انت قلت، ان هو دايما ايوه يبقى في الجديد. ايوه ففي ناس كتير في العالم ده لا بتحبنا وعايزه تفهم احنا بنعمل ايه وحابين ده. يعني فهي مش كله مش كله ضدنا، بس طبعا في جزء كبير ضدنا. اصل ناس قاعده بتلحن وبيجيب كمانجا وبيجيب حاجات كتير قوي وعازفين واوركسترا، فبيجيب بص عليك اللي هو يعني انت هتقعد نص ساعه وتعمل لي بيت وتغني وانت في ساعه خلصت الاغنيه وتعمل ملايين المشاهدات وتعمل مشاهدات كتير كمان، فده مش جايه معاه.